ناهد الشريف نهايتها كانت بشعة، صورت أجرأ وأصعب مشهد موجود في السينما المصرية، تركت الإسلام واعتنقت المسيحية لأسباب غريبة غير متوقعة. مش بس كده، معلومات خفية لأول مرة ممكن تسمعوها عن ناهد الشريف التي يعني وصفت إنها تعشق الرجال، واحدة من الفنانات اللي ضيعت جيل بنات كامل. كل اللي بنشوفهم بالمايوهات والفنانين اللي يعني بيلبسوا عري خالص دي بيعتبروها الأستاذة بتاعتهم، ودي حقيقة. ناهد الشريف اللي بتبرر الحرام، ولما بتسمعها بتتخيل انك لازم تتعاطف معاها، ما تعرفش ازاي. عارفين لما الشيطان يخليك تتعاطف معاه؟ هو ده بالظبط ناهد الشريف، صاحبة أصعب وأجرأ مشهد في تاريخ السينما المصرية. السبب صادم، عارفين ليه؟ هي كانت بتقلع، ناهد الشريف كانت بتقلع، صعيدية من بني سويف من مركز الوسطى، محدش بيتوقع انها صعيدية ولكن هي اتولدت فعلا كده. اسمها سميحة زكي النيال، اول واحدة اتعرت واول ممثلة بتخرج عن دينها، اتجوزت مسيحي وكانت نهايتها يعني ان الدود خرج من جسمها. هعرفكم ازاي وهنحكي مع بعض لحظة وفاتها اللي يعني تقشعر لها الابدان فعلا. هنتعرف مع بعض عن القصة البشعة بتاعتها علشان نهايتها فعلا تكون عظة ودرس لناس كتير يمكن لسه بيتبعوا اللي هي بتعمله، او فرحانين باجسادهم وشايفين انها لما تطلع على الشاشة يبقى ده مكسب ليهم، ومش عارفين ان العري ده نهايته صعبة وبشعة، وغير كمان اللي اكبر من كده انه حرام. سألوها مرة ليه بتعملي كده وليه بتتعري كده، قالت ان انا عشت لإسعاد الناس، لقد خلقني الله لأسعد القلوب الجميلة. معرفش بتسعد القلوب انها تقلع ازاي، معرفش. لدرجة انها قالت ان ربنا هيأ ليا ان انا لما اقلع الناس هتبقى فرحانة والقلوب هتفرح جدا جدا. من مواليد 1 يناير عام 1942، أمها توفت وهي صغيرة جدا جدا، وأبوها هو اللي ربوها. كان ليها أخت أكبر منها جالها يعني صرع ليلة دخلتها وهي لابسة الفستان، سقطت على الأرض وقعت على دماغها، جالها كهرباء زيادة، بعدها توفت في الحال. لما أمها وأختها توفوا والدها خاف عليها جدا جدا، حبسها في البيت هي وأختها اللي أصغر منها، وكان هو اللي بيجيب كل الطلبات بتاعتهم. هو كان رجل صعيدي قوي علشان كده ما كانش بيحب انها تخرج بره البيت. بس لما بقى عندها 14 سنة ابوها كمان مات، فما بقاش ليها حد، يعني زي ما بيقولوا كده عيارها فلت شوية. بدأت تلبس لبس خارج حبة، تخرج، كانت دايما تروح الإذاعة وتقول أنا صوتي جميل، وهي كانت فاكرة فعلا إن صوتها حلو، وكذا مرة تروح وبتسقط كل مرة. مرة واحد شافها وكان بيسلم عليها، الواحد ده طبعا كان مشهور جدا وهو أشهر مصور سينمائي اسمه وحيد فريد. هي كانت جميلة بطبعها والكل اللي يشوفها يقولك الست دي حلوة بجد. حتى الآن ناس كتير بتصفها إنها إنسانة جميلة وشكلها مصري أصيل. لما قابلها أعجب بيها وقال لها لازم تيجي تشتغلي معانا، إحنا بنصور فيلم دلوقتي. لكن هي اشترطت وقالت ممنوع إن أنا أبين رجلي أو حتة من جسمي أو أتعرى، وكانت واخدة الموضوع ده هدف. بعد كده عرفها هو على حسين الإمام مخرج الروائع، لكن مخرج الروائع في العري، خلينا نكون واضحين. بعد كده نجحت وعملت مضت العقد وعملت الفيلم ده، والكل كان معجب بيها ومعجب بشكلها. هي كانت لسه فيها الحتة بتاعت الصعايدة ان انا خلاص انا هفضل على مبدئي، لكن قالوا لها خلينا نجر رجليها الاول وتشتغل وبعد كده تعرف ان الفلوس بالقلع فقط لا غير. هما طلبوا منها تمثل فيلم، وبعد كده جاء طلب منها فيلم كمان وقالوا لها الفيلم ده لازم تبيني فيه حتة من رجلك. هي رفضت خالص في البداية.
على فكرة بالمناسبة هي كانت اتنقلت وعاشت في حي راقي طبعا، وهو حي الزمالك. والدها كان معاه فلوس كتير واتنقلت وعاشت هناك. كان ليها اخت اصغر منها مصابة بشلل الاطفال، حتى ان ناهد ناس بتقول انها كانت مصابة بالشلل وفي لفة صغيرة كده في دراعها. ناهد طبعا الشريف طبعا اختفت عنها الاضواء لما رفضت تتعرى، ومحدش بقى بيعرض عليها افلام تماما غير دور البنت المنطويه، البنت الغلبانه المكسوره. وبعد كده جابوها في فيلم حبيب حياتي اخراج نيازي مصطفى سنه 58، واختارت اسمها زبيده ثروت، هي اللي اختارت اسم ناهد الشريف وخلتها تغير اسمها طبعا من سميه لناهد الشريف. اللي اكتشفها فعلا في البداية او الاكتشاف الحقيقي هو مخرج اسمه حسين حلمي، وده طبعا بعد كده اشتغلت معاه كتير جدا جدا، وطلب منها لازم تمثل فيلم بشورت، قالت له لا في البداية، وبعد كده قالت ده كان اكتر مشهد كنت خجلانة وانا لابسة الشورت ده، قال لها عايزة تشتغلي لازم تعملي كده. الشيطان فضل يزن عليها بقى، والمنتج كمان حسين الحلمي فضل يزن عليها، قالت خلاص انا قلعت بقى برقع الحياة، واشتهرت واشتغلت والدنيا بقت كلها عارفاها. المخرج ده قال لها انا محتاج فنانة ممكن تقلع علشان تقدر تتشير، وعملت معاه بقى الفيلم اسمه سماء المدينة، وعرض عليها حسين حلمي المهندس الجواز، واتجوزوا سنة 1960. اتجوزوا على الرغم ان هو كان كمان اكبر منها بعشرين سنة، هي في الوقت ده كان عندها 18 سنة فقط. بعدها اتجوزت كمال الشناوي، هو كان متجوز وقال لها انا مش هقدر اقول لمراتي ان احنا لازم نتجوز، وفضلوا متجوزين في السر لمدة 6 سنين، وبعد كده قالت له لا لازم نعلن جوازنا بقى. في ناس بتقول لك لا ده كانوا مترافقين بس، لكن اتضح من مذكرات كمال الشناوي انهم بالفعل كانوا متجوزين في السر. لما طلقها علشان ما يقولش لزوجته، بعدها سافرت لبنان واشتغلت هناك وعملت فيلم هناك. عايز اقول لكم بقى ان الفيلم ده سموه اكثر فيلم في التاريخ، اسمه ذئاب لا تأكل اللحم مع عزة العليلي، طلعوا يعتبر العين تماما في الفيلم. الفيلم قلب الدنيا لدرجة ان انور السادات منعها من دخول مصر مرة تانية. قعدت في لبنان وتعرفت على واحد اسمه ادوارد جيرجيان، هو مسيحي طبعا، ومفروض اتعرفت عليه والمفروض انهم يتجوزوا هما الاتنين. طبعا منفعش تتجوزوا، هو مسيحي، فاعلنت بقى سابت الاسلام وبعد كده بقت مسيحية، وماتت على المسيحية بالمناسبة. خلفت بنت وحيدة اسمها لينا، اخد منها فلوسها كلها، كان بيخليها تمثل اكثر الافلام، وافلام وحشة يعني تخيلوا فوق مما تتخيلوا. بعد كده أخد منها كل فلوسها وجالها السرطان، طلقها ورماها في الشارع لما جالها المرض ده سنة 79، وقعدت في الشارع ما كانش معاها فلوس حتى تاكل. بعدها بعتت لكمال الشناوي، راح هو للسادات وقال له بتموت ومش لاقية تاكل، وأمر السادات برجوعها مصر مرة تانية. بعدها لما جت قالوا لازم تسافر برا مصر وتتعالج لأن مرضها صعب، وتكفل كمال الشناوي بعلاجها. ولما سئل كمال الشناوي هو قال في مذكراته ان السبب انه هو السبب في اللي حصل لها، وانه لو اعلن جوازه منها ما كانش وصل بيها الحال لكده، وقال انها حبتني بطريقة مجنونة وجالها صدمة بعد انفصلنا. بعدها قال الامر زاد عليها، والفنانين كانوا بيجمعوا ليها فلوس علشان تتعالج، بس جابوا ليها فيلم علشان تشتغل وتجيب فلوس اسمه مرسي فوق مرسي. ما قدرتش ابدا تكمل الفيلم ده بسبب ان المرض اشتد عليها، دخلوها مستشفى المعادي للقوات المسلحة، بعدها السرطان كمل عليها وعمل لها كمية مية على الصدر، وبعدها كانوا كل شوية يعملوا لها بزل لحد ما خلاص الموضوع زاد عليها. الكلام ده بالمناسبة موجود والممرضة قالته، قالت في يوم 7 ابريل ده نفس اليوم او الليلة اللي توفت فيها كنت اقوم اسمع صراخها بالليل، وكنت بخاف وحس انها وحش داخل عليا وهي عمالة تصرخ بشدة.
والممرضة للأسف سابتها بتصرخ، على الرغم إن اتضح بعد ذلك إن معظم أو بعض المصابين بالسرطان من العلاج ممكن يحسوا الموضوع ده. بدل ما الممرضة تديها مهدئ، لا سابتها وقالت سبتها لحد ما الصوت هدي خالص. جيت دخلت عليها عشان أشوفها، لقيتها مرمية على الأرض في وضع صعب قوي قوي، والدود طالع من مناخيرها ومن بقها بطريقة صعبة. جريت على الدكتور ورحت قلت له تعالى شوف في حاجة غريبة. كمال الشناوي جه وقال محدش ينطق، كل ده موجود بالمناسبة في مذكرات كمال الشناوي، شالها ودفنوها. ودي كانت نهاية ناهد الشريف، لعل يعني وعسى تكون عبرة لمن لم يعتبر، وان فاكر انه بكشف جسمه يبقى خلاص نال الدنيا وما فيها، لكن صدقوني سوء الختام وكل الواحد بيعمله بيلاقيه. طبعا بنتها يعني الفترة دي ما كانتش موجودة معاها وكانت موجودة مع والدها. انا بشكركم، استنوا مني حكايات كتير.